السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي. هنحل مع بعض تدريبات يونت 2 الوحدة الثانية، أوكي، من كتاب بيت باي بيت 2025. أوكي، عندي هنا بيج صفحة 68 Question number 1. I arrived Aswan in the early morning. أنا وصلت أسوان في الصباح الباكر. طيب إحنا قلنا arrive in يصل إلى مكان كبير، يبقى أسوان ده مكان كبير، يبقى هنا arrive in. Number 2. My father arrived the hotel before the wedding started. طيب الهوتيل الفندق مكان صغير، يبقى arrive at. Number 3. The boy, the yellow shirt is my friend. يبقى الولد اللي بالتيشيرت الأصفر هو صديقي. احنا قلنا بنستخدم إن بعد كده بنجيب ملابس معناها الذي يرتدي، يبقى هنا The boy and the yellow shirt is my friend. Number 4. I would like to stay home on the weekend. في نهاية الأسبوع on the weekend. Number 5. He's reading. He's sending. هو بيرسل إيه؟ He is sending me a gift. Sending me a gift، بيرسل لي هدية. يبقى الفعل send ده بنجيب بعديه مفعول، بعد كده مفعول أول، بعد كده مفعول تاني. Okay. Number 6. This wasn't a good idea. يبقى maybe، ربما هذه فكرة جيدة أو لم تكن فكرة جيدة. طيب نكمل مع بعض. عندي هنا تدريبات على lesson 1 and 2، الدرس الأول والثاني في unit 2 الوحدة الثانية، وهنا بيج صفحة 71. يبقى أنا عندي بيج 71 صفحة 71. Complete the following dialogue. أكمل المحادثة الآتية. سامي and هالة are talking about Hind's winning. سامي وهالة بيتكلموا عن زفاف هند. فسامي بيقول Did you go to Hind's wedding last Friday؟ هل ذهبت إلى زفاف هند الجمعة الماضية؟ طبعا أنا ما أعرفش هو راح ولا ما راحش. راح سأله سؤال تاني، قال It took place at big hotel in North City. هو كده راح عشان قال له إيه؟ إن الزفاف ده حدث في فندق كبير في مدينة نصر. يبقى السؤال كان، يبقى الإجابة كانت إيه؟ Yes I did. Yes I did. سأله سؤال قال له It took place. Took place معناها حدث في فندق كبير في نصر سيتي، في مدينة نصر. يبقى السؤال كان ايه؟ اين حدث؟ where، ادي آلة الاستفهام where، مفيش فعل مساعد، ببص للفعل، الفعل في الماضي، يبقى الفعل المساعد did. يبقى where did it take place، اين حدث. سأله سؤال تاني قال له it was amazing، كان مدهش. يبقى السؤال كان ايه؟ how was the reception، how was the wedding، كيف كان الزواج، أو how was the reception، كيف كان الريسبشن الاستقبال. What was your favorite part of the wedding، إيه الجزء المفضل عندك في الحفل، كان إيه الجزء المفضل. نقول له مثلا I loved the music and the dance، أنا حبيت الموسيقى والرقص. يبقى I loved the music، أنا حبيت إيه؟ الموسيقى. Did the guests dance and listen to music؟ هل الضيوف بيرقصوا أو رقصوا واستمعوا إلى موسيقى؟ نقول له yes، نعم they did. Okay، يبقى yes they did. Okay، yes هنا في they did، نعم رقصوا. Question number 2. Choose the correct answer. The woman who gets married، المرأة اللي بتتزوج اسمها إيه؟ اسمها البرايد، العروسة. يبقى هنا ايه؟ برايد. لكن جروم عريس، كيك تورتة، ويدنج زفاف. نمبر 2. The man who gets married، الرجل اللي بيتزوج ازا هو الجروم العريس. لكن contract ده عقد الزواج، marriage زواج، reception استقبال. نمبر 3. They invited many او they invented invited many ايه to the wedding party، يعني عزموا many guests ضيوف كتير الى حفل الزفاف. يبقى عندي فعل invite معناها يدعو، لكن services خدمات contracts عقود، grooms ارسال.
Number four, the marriage is the paper that people who are getting married sign. يبقى الماريج ايه؟ هو الورقة اللي الناس اللي بتتزوج بتوقعها. sign يعني يوقع. يبقى ده الماريج contract، عقد الزواج. Number five, we enjoyed the wedding as we danced, ate cake and took photos. يبقى استمتعنا بالwedding ايه؟ علشان احنا رقصنا واكلنا التورتة واخدنا صور. يبقى we enjoyed the cake. We enjoyed the wedding service. خدمة الزواج ولا reception؟ طبعا reception. Number six. The wedding is something sweet that people eat at wedding. يبقى الحاجة المحلية اللي بتاكلها الناس في الزفاف يبقى اسمها الكيك، التورت. Okay. Number seven, the bride, العروسة, looked beautiful in her white wedding dress, في فستانها الأبيض. Number eight, a is a big party, حفلة كبيرة, where a man and woman get married, اللي فيها الرجل وامرأة بيتزوجوا، يبقى ده اسمه الwedding، الزفاف. Number nine, the look took many pictures of the bride and the groom. يعني التقط صور للعريسة للعروسة عفوا والعريس، يبقى ده الفوتوغرافر، مصور الفوتوغرافي. Number 10. The bride and the groom، العروسة والعريس، had to the papers to get married. يبقى كان يجب ان هم يعملوا ايه؟ sign، يوقعوا على الاوراق علشان كده يبقوا ايه؟ اتزوجوا. Number 11. The groom's A for the wedding was very good. The groom's outfit، يعني ملابس العروسة كانت جيدة. Number 12. We add the suffix، بنضيف اللاحقة A to the noun tradition، للاسم tradition يعني عادة أو تقليد، بنضيف لها A to make the adjective، عشان نعمل أو نجيب الصفة، يبقى بنضيف لها AL تبقى traditional يعني تقليدي. Number 13, the bride wore a gold. العروسة ارتدت gold A around her neck، حول رقبتها، on her wedding day، في يوم زفافها. يبقى اللي بلبسه حوالين الرقبة هو النكليس، القلادة أو السلسلة. Number 14. Our aunties، عماتنا، and uncles، وعمامنا، are our، هم يبقولنا relatives يعني أقاربنا. Number 15. The bride looked at wedding dresses، العروسة looked at، تبدو في فستان أو فساتين الزفاف، in the shop to choose one، in the shop windows، في نافذة المحل علشان تختار واحد، يبقى shop windows، نوافذ المحل. Number 16. The wedding dress، فستان الزفاف، was amazing، كان مدهش. Amazing is a synonym of amazing، دي ترادفها كلمة ايه؟ fantastic. يبقى amazing مدهش وfantastic رائع. Number 17. They made a traditional reception، عملوا traditional reception، استقبال تقليدي، for the wedding، للزفاف. Traditional is an antonym، tradition هي تضاد كلمة ايه؟ traditional تقليدي، يبقى عكسها modern حديث. Number 18. The wedding will، الزفاف، will place next Sunday evening، طبعا will take place يعني يحدث، بس كلمة happen. Number 19. The groom، العروسة أو العريس هنا، will meet، سوف يقابل، with the wedding planner tomorrow، هيتقابل مع مخطط الزواج غدا، يبقى هنا اللي هو meet ايه؟ meet up يعني يجتمع، يبقى هنا meet up. My sister and I the housework yesterday، أنا وأختي did، يبقى do the housework، يقوم بالعمل المنزلي طبعا في yesterday، فبناخد did the housework. طيب rearrange the following words، رتب الكلمات الآتية to make correct sentences، عشان تعمل جمل صحيحة. الجملة الأولى، the groom، العريس، locked fantastic، يبدو fantastic رائع، in traditional جلابية، in traditional جلابية، في الجلابية التقليدية، يبقى هنا ايه؟ جلابية اهي.
نمبر 2، What was your favorite part of the reception؟ ايه هو الجزء المفضل عندك في الاستقبال؟ What was your favorite part؟ ايه هو الجزء المفضل of the reception، من reception. اوكي، هنا عندي تمارين على الرول على القاعدة اللي عندي بيج 74 صفحة 74. اوكي، choose the correct answer from A, B, C or D. I'm sending you a photo. انا ببعث لك صورة. I'm sending you a photo. اوكي، of me at my grandma. يبقى هنا my، ببعث لك صورة ليا في حفل او في عيد، حفلة عيد ميلاد جدتي last week، الاسبوع الماضي. Number 2، you can look in eyes and really listen to them. ممكن تنظر الى ايه عيونهم وتستمع ليهم. طبعا هنا them، يبقى هنا صفة الملكية their. Number 3، there is a shop، يوجد محل there هناك that has beautiful clothes، اللي عنده ملابس جميلة in at Swindon، لأن المحل غير عاقل صح؟ يبقى إيه؟ it's a at Swindon، في نوافذه. Number 4، write soon and tell me، اكتب لي بسرعة واخبرني about family، عن عائلتك، عائلتك أنت، بخاطبك أنت، يبقى your family. Number 5، my friend Ali opened a new restaurant last month. يبقى my dad's friend Ali، يبقى أبو صديق علي. طبعا نحط هنا apostrophe S، يعني هو والد صديق، يبقى dad's friend، طبعا هنا مفرد، يبقى نحط apostrophe S. Number 6، this is my brother، هذا أخي يحيى. Hair is short and curly، طبعا يحيى مذكر، يبقى شعره مجعد وقصير، يبقى his hair، his hair. Number 7، my house in Luxor is near the river. طيب منزل أجدادي، طبعا أنا الجراند بيرنتس جامع أصلا، فلما نيجي نضيف لها الأبوستروف إس بتعمل كيه، بنحط أبوستروف بس، يبقى جراند بيرنتس كده اللي هي فيها الأبوستروف بس. Number 8، this is our cat، هذه قطتنا. Its name is Fulfilly، is Fulfy. Okay، fair is brown، عايز اقول ايه، شعر او الفرو بتاع Fulfy براون، بني، يبقى طبعا Fulfilly مفرد، يبقى نحط لها ايه apostrophe s، يبقى Fulfy's fair. Okay، number 9، Hannah is my cousin، Hannah بنت عمي. هير مام، مامتها، عشان هنا هنا مؤنث، مفرد مؤنث، يبقى هير مام. اوكي، هير مام از ماي انت ماجدا، يعني مامتها هي عمتي ماجدا. نمبر 10، از ذس ا فوتو، هل هذه صور اوف لي يور كازنز ويدنج سمير، طبعا بخطب سمير هنا، فبخطب هو مخاطب، يبقى هنا your. Number 11، the dress is beautiful، طبعا فستان العروسة، عروسة واحدة مفرد، يبقى brides، حطوا لها apostrophe s، يبقى brides. Number 12، where is book، يبقى where is، أين كتابي، يبقى هنا صفات ملكية my book، يبقى أخذ مين، ده ضمير مفعول، my ده ضمير ملكية، I ده ضمير فاعل. Number 16، طبعا ضمير الملكية لازم يكون بعد اسم. Here is teacher of English، here is، ها هو معلمنا بقى، our teacher of English. طب ينفع اخد us؟ لا، ده ضمير مفعول. Our طبعا صفة الملكية هي اللي بعدها اسم، وده ضمير فاعل، ours ده ضمير ملكية بنجوه في الاخر. Number 14، that is desk over there، she sits at the back of the class، يبقى هي مؤنثة اهي، يبقى هذا مكتبها، يبقى her desk، يبقى هنا her. Number 15،
The children الأطفال like teacher very much. طبعا الأطفال جمع يبقى الأطفال بيحبوا معلمهم. معلمهم هم يبقى their teacher. يبقى هي their teacher يعني معلمهم. يبقى هنا هناخد their. Number 16. I bought this bicycle. اشتريت هذه الدراجة from Ali. من علي. Now it's دلوقتي ان هي ايه؟ هي ملك الدراجة بتاعتي. طب ينفع اقول ماي؟ لا. ليه؟ لان ماي عشان تاخدها لازم يكون بعدها اسم. طبعا الاجابة الصح هي ماين. It's mine يعني انها ملكي. Number 17. My father bought a new car. ابي اشترى سيارة جديدة. Last week الاسبوع الماضي. color is red طبعا لونها احمر. لونها دي يعود على السياره فالسياره هنا غير عاكل يبقى بناخد ايه اتس كده اوعى تتلخبط تاخد اتس دي دي اتس يعني انها تكون. نمبر 18 my new house is over there they like it very much يعني منزل اولاد عمي. طب ليه هم جامع عشان قال لك زي هم بيحبوا كثيرا يبقى my cousins. طيب أني واحدة بقى عندي كوزنز دي وعندي كوزنز دي دي مفرد ودي جمع. طب وقال لك زي يبقى أنا عايز إيه الجمع بحط الأباسترفي بس يبقى كوزنز. My cousins new house is over there they like it very much هما بيحبوه كثيرا يبقى my cousins منزل أولاد عمي. Number 19 okay I share ذا بيدروم انا اشارك حجة النوم وز مع اخي اخي ماي براذر حازم اخي حازم. بعد كده نمبر 20 زي بوت هم اشتروا تيكتس فور ثياتر اشتروا تذاكرهم للحفل هم جامع يبقى هنا ذير يبقى عشان الفعل زي اهو. نمبر 2 كومبليت ذا سنتنس ويز ذا كوريكت فورم اوف ذا وورد ان براكتس. هلو اهلا اسمي علي يبقى my name لأن صفة الملكية بعدها الاسم. نمبر 2 مستر علي and مستر أحمد are my parents friends يبقى parents هنحط لها باستروف اس عشان الاثنين هنا جمع. اوكي نمبر 3 حازم is my youngest daughter او حنين عفوا هي اختي او بنتي الصغيرة daughter يعني ابنة. نمبر 4 Is that yesterday newspaper؟ طبعا هل هذه مجلة أمس؟ يبقى yesterday's حط لها apostrophe s yesterday's يبقى هنا هنضيف لها apostrophe s يعني مجلة أمس. Number 5 You can have some rest يمكنك أن تستريح in the girl's bedroom they are in the club إنهم في النادي يبقى البنات كانت جمع يبقى girl's كده ونحط apostrophe. Number 6 These are the children toys Please put them away يبقى هذه لعب الأطفال أطفال جمع يبقى هنا Children's هنحط لها apostrophe S عشان ده جمع إيه شيز مش آخره S يعني. Number 7 أحمد بوت a new shirt أحمد اشترى قميص جديد His color is green لونه هو لون أحمد ولا لون القميص طبعا لون القميص فالقميص غير عاكل يبقى نحط له إيه S. Please give me this book من فضلك اديني كتاب او ادي كتاب ده لاحمد it's his انه ملكه ملكه هو ملك احمد. طيب تعالى هنا عندي تدريبات على lesson 1 and 2 الدرس الاول والثاني page 76 يبقى انا عندي هنا صفحه 76. Complete the following dialogue اكمل المحادثه الاتيه. في الاول بنقرا عنوان المحادثه. Sara and Iman are talking about their arrangements for the weekend. Sara وإيمان بتكلموا عن ترتيباتهم لنهاية الأسبوع. Hi Iman, are you free this weekend? هل أنت فاضية نهاية الأسبوع هذه؟ قالت لها مثلا Yes, I am. Yes, I am free. نعم أنا متفرغة. Yes, I am free. أنا فاضية. I'm thinking of going to the park. أنا بفكر نروح البارك. نروح الحديقة يعني. Yes, I will be happy to go with you. نعم هكون سعيدة معك. يبقى السؤال كان إيه بقى؟ Would you like to come with me? هل تريد أن تأتي معي؟ طبعا هو مش حاطة علامة استفهام هنا. فوق علامة استفهام. Would you
like يعني هل تريد to come أن تأتي معي with me. Yes I'll be happy to go with you. راح قال له حاجة قال له we can play games ممكن نلعب ألعاب. يبقى السؤال كان إيه what can we do there ممكن نعمل إيه هناك what can we do there. We can play games ممكن نلعب ألعاب and ride bikes ونركب الدراجات around the park. Do we need to buy tickets هل محتاجين نشتري تذاكر؟ قال له it's for free إنها بالمجانا. يبقى نقول له هنا no we don't. ليه we don't؟ عشان قال له إحنا إنها مجانا اهو. Good can I bring my little sister ممكن أجيب أختي الصغيرة؟ Yes you can نعم تستطيع. يبقى هنا yes you can. What time should we meet up؟ ما الوقت الذي يجب أن نتقابل فيه؟ لها how about ماذا عن 2 PM 2 مساء that's great هذا رائع. طيب question number 2 complete read and complete. Last Sunday الحد الماضي I went to my cousin's wedding ذهبت إلى زفاف ابن عمي. The wedding الwedding إيه where the members of the family or of the reception. طيب يبقى الودينج الاول guests يعني ضيوف الزفاف were the members of my family كانوا اعضاء عائلتي. The where we enjoyed delicious food يبقى the reception reception الاستقبال where حيث وليمة الاستقبال حيث استمتعنا بالوجبات اللذيذة was great كان رائع. The bride and the groom العروسة والعريس were amazing كانوا مدهشون in their outfits يعني في ملابسهم. Question number 3 show the correct answer from ABC only. The around her neck was made of gold طب الايه اللي حوالين رقبتها كان مصنوع من الذهب يبقى ده النيكلس يعني السلسلة أو القلادة أو العقد. طيب نمبر 2 she wore a beautiful هي كانت لابسة beautiful A on her hand في إيديها يبقى لابسة اسورة bracelet لكن earring ده حلق هلمت خوذة هوت قبعة. نمبر 3 my came from all over the country جم من كل أنحاء الدولة to my sister's wedding زفاف أختي يبقى my A my relatives أقاربي. Number 4 I posted a picture on social media أنا نشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي to share with my friends عشان أشاركها مع أصدقائي. Number 5 during our walk أثناء مشينا في الشارع we saw very beautiful shirts شفنا قمصان جميلة in the shopping في الشوبينج إيه في الشوبينج ويندوز في نوافذ المحلات. Number 6 whose book is this ملك من هذا الكتاب it's إنه my book كتابي طبعا my بس اللي تنفع هنا عشان دي صفة الملكية بعديها الاسم. Number 7 The students طلاب are working on بيعملوا على مشروعهم عشان الطلاب جامعة هنا يبقى their project. Number 8 The dog is playing with الكلب بيلعب بي بول بيلعب بايه بأتس بول بالكرة بتاعته هو يبقى هنا أتس لأن الكلب غير عاقل. Number 9 The toys are in their room يبقى لعب الأطفال children's اللي فيها apostrophe S كده ليه؟ عشان children دي جمع شاذ يعني مش آخره S فلما أجي أضيف له S ملكية بضيف apostrophe S. طيب تمام. Number 10 My car is blue she wants to change its car يبقى my sister's car سيارة أختي أختي أنا مفرد يبقى sister's كده لكن سيسترز معناها اخوات طبعا هو لك شيء واحده بس هو يبقى هنا سيسترز. طيب write a paragraph of 80 to 90 words on a wedding you attend تتكلم عن حفل زفاف انت حضرته. كده خلصنا تدريبات lesson 1 and 2 من كتاب bit by bit نكمل مع بعض lesson 3 و 4 في فيديو تاني ان شاء الله. كان معكم مستر محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.